بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا ومرحبا طالبات العزيزات طالبات الصف الثامن في درس جديد من دروس الرياضيات. طبعا احنا عندنا القيمة بتاعة الأسبوع ده هي التطوع، والقيمة الشهرية هي الابتكار، وعايزين نبتكر أفكار أخرى نعرض بيها قيمة التطوع الجميلة بتاعتنا. طبعا بالعمل التطوعي أقل شيء نرتقي، وبعد كده نوضح الرؤية والرسالة: إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واعي ومتحضر محافظا على أخلاقه وقيمه ومستخدما التكنولوجيا الحديثة. ودي رسالتنا. حابة كمان أوضح رؤية وزارة التربية والتعليم، أسف، وزارة التعليم والتعليم العالي: الريادة في توفير فرص تعلم دائمة ومبتكرة وذات جودة عالية للمجتمع القطري. يهمني كمان الرؤية الوطنية بتاعت قطر بحلول عام 2030، إنها تحولها إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وده في كافة المجالات أو الركائز الأربعة، سواء التنمية البشرية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو التنمية البيئية. درس حل نظام معادلات بالحذف. المرة اللي فاتت كانت المسألة جاهزة تجيلك يا دوبك تحطي المتغيرات تحت بعضها وعلى طول تروحي مطيرة يعني مثلا واي وتحتها سالب واي وعلى طول حضرتك بتطيريهم. لكن أنا اللي جد عليا النهاردة إن أنا هيجيلي 2 شبه بعض وهطرحهم، أضطر أطرح عشان أطير. يبقى الهدف النهاردة حل أنظمة معادلات بالحذف من خلال استعمال الطرح. هحذف بس أنا بقى اللي هضرب المعادلة في سالب وهنشوف إزاي. الجزء الثاني حل أنظمة معادلات بالحذف من خلال الضرب أو من خلال استعمال الضرب، ودي هفهمها لكم ووريها لكم إزاي. طيب إحنا بعد ما اتكلمنا على أهدافنا، تعالي ناخد كده تهيئة بسيطة: واي ناقص 5 واي وسالب 2x زائد 3x. في بنات على طول بدل ما توزع السالب، لا، بتحب ان هي على طول تعرض 2x و3x، 5x في سالب بسالب 5x، وهنا 5 سالب 5 ودي تعتبر واي. اشارات مختلفة نطرح ونضع إشارة الكبير سالب 4y. طيب نشوف الشريحة اللي بعد كده. تساعد هدى، ده مثال 2 صفحة 29. تساعد هدى أخاها الصغير في تعلم جمع الأعداد النسبية. أعطت أخاها 20 بطاقة كتب على كل منها 5% أو 1%. طلبت منه إيجاد مجموع الأعداد المكتوبة على البطاقات. قال أخو هدى إن مجموعها 0.68. فأنا عشان أحل السؤال ده حبيت أعمل لكم حاجة بسيطة كده، إن أنا هفترض إن البطاقة الأولى كانت إكس والبطاقة التانية كانت واي، فواضح إن إكس زائد واي البطاقات كلها كانوا 20. طب الإكس دي عندي منها في مجموعة عبارة عن إنها 1 من 100، فأنا قلت 1 من 100 إكس، والنوع التاني اللي هو 5 من 100 واي، ولما جمعت لما الولد جمعهم طلع إجابته ب68. طب أنا هحل إزاي معادلتين هما بالمنظر ده، من 100 من 100 من 100؟ لأ أنا مش عايزة كده. طب أعمل إيه عشان أتخلص من الموضوع ده؟ طبعا الدرس أبسط من كده، لكن أنتوا ما شاء الله عليكم أذكياء وهتقولولي ان احنا يا ميس هنا نقدر نضرب المعادلة التانية دي كلها في 100 عشان ما يبقاش عندنا الدرس كله فراكشن بالمنظر ده، وده اللي انا هعمله فعلا دلوقتي. ان انا هرجع الدرس بتاعي ثانية واحدة. طيب هنكمل الجزئية دي. أنا حبيت بس أوضح لكم
ان هنا تساعد هدى اخاها. قلنا طيب خلينا نوضح بس هنا شيء، ان انا عندي المعادله الاولى اكس زائد واي بيساوي 20، والمعادله الثانيه 1 من 100 اكس زائد 5 من 100 واي يساوي 0.68. هنا انا هضرب المعادله دي كلها في 100، وده هيسهل عليا المعادله، بدل ما هي 1 من 100 اكس هتبقى هطرحها لي الزيرو بوينت دي مرتين، هتبقى 1 اكس بس، ودي هتترحل مرتين هتبقى 5 واي، ودي هتترحل مرتين هتبقى 68. انا دلوقتي عندي معادلتين جمال جدا وبسيطين جدا جدا جدا، بس انا ما عنديش واحده بالسالب عشان استخدم الطريقه اللي احنا كنا بنطير بيها دي اللي استخدمناها المره اللي فاتت. فانا حليت الموضوع ده ازاي؟ ان انا قلت اضرب المعادله دي كلها في سالب او دي في سالب براحتك، يعني انت ممكن تقولي لي اكس زائد 5 واي بتساوي 68، وضربتي لي المعادله الثانيه دي كلها في سالب واحد، يعني اكني بطرح الطرح او ان انا بضرب في سالب واحد الاثنين بنفس المعنى. فدي هتبقى سالب اكس سالب واي بيساوي سالب 20. هشد خط الاكس راحت مع السالب اكس، 5 واي لو شلنا منها واي اتبقى 4 واي، وال 68 لو شلنا منها 20 هتبقى 48. هقسم على 4 الطرفين هتطلع الواي بتساوي 12. لو هما كلهم 20 انت خليتي لي الواي بس ب 12، يبقى الاكس بكام؟ ب 8. 8 زائد 12 20. الفكره بتاعه درسنا هي دي ودي، يجيب لك معادلتين بساط مش معقدين، ولو ان انا حاسه ان موضوع اضرب في 100 دي يعني ما شاء الله عليكم اذكياء بتوصلوا لها بمجرد النظر. طيب السؤال يجي لنا في الامتحان بالشكل المبسط اللي هو تدرب الموجود عندك في كتابك، حل نظام المعادلات ادناه باستعمال الحذف. انت عندك جاهزه المعادله دي 2x ودي 2x، دي 2y يساوي سالب 4، ودي y يساوي 11. يبقى 2x و2x دول يطيروا. طب هيطيروا ازاي؟ ما انا لازم اضرب المعادله كلها بسالب عشان يطيروا. يبقى اول كلمه هنا هقولها ان انا هضرب المعادله كلها في سالب 1، فهتبقى اللي فوق سالب 2x موجب 2y يساوي، بدل ما هي سالب 4 تبقى موجب 4، اللي تحتها 2x زائد y بيساوي 11. حابة تضربي اللي فوق كلها في سالب ماشي، حابة تضربي اللي تحت كلها في سالب ماشي. طبعا هو ضرب اللي فوق في سالب ليه؟ لان هو عنده هنا سالب وعنده هنا سالب، فهو مش حابب يبقى المسألة فيها سوالب تاني، فدي طبعا بقت صفر. انت حابة تضربي اللي تحت، شغلك صح مليون في المية. 4 و11 15، هنقسم على 3 للطرفين وهتطلع الواي ب5. فلو انا عوضت عن الواي ب5 اختاري اي معادلة، دي مثلا 2x زائد 5 بتساوي 11، اطرحي 5 من الطرفين فبقت 2x بتساوي 6. لو ال 2x ب6 يبقى الواي الواحدة الاكسية الواحدة بكام؟ ب3. في ناس لا مش حابة المعادلة دي، حابين المعادلة اللي هي طريقة التعويض، مثلا 2x زائد y ويحط هنا قيمة ال y بيساوي 11 ويكمل المسألة. اللي هيخلص يتفضل مشكور يحللي سؤال 11 صفحة 31. خش بعد كده على مثال 3 صفحة 29. الفرق بين طول وعرض المستطيل المجاور هو 3 سنتي. الفرق هو 3 سنتي. طب دي سهلة دي، يعني لو الطويل ده L وده W معناها المعادلة كده بمجرد النظر L ناقص W بتساوي 3. ما طول المستطيل وعرضه؟ طب انت ايه تاني اوبشن مديهوني؟ بيقولك هنا البريمتر ب26. البريمتر ده اللي هو لينس زائد الويت
زائد اللينس زائد الويتس كلهم ب 26. طب انا عندي كام لينس وكام ويتس؟ عندي 2، يبقى انا ممكن اقول له 2L plus 2W او 2 افتح قوس L plus W equal 26. طب تعالي نقارن المعادلة دي مع المعادلة دي. هنا المسألة مش جاية لي مباشرة، لأ ده يعني كان زمان ايه تجي لي L والتانية L، أقوم أضرب في ناقص، أو يجي لي L وتحتها سالب L وأطير. لكن انتي حاطه لي هنا 2، طب ما هي دي مشكلة. طيب ايه رأيك لو انا ضربت المعادلة اللي فوق دي كلها في 2؟ تعالي نشوف ايه اللي هيحصل. هتبقى 2L ناقص 2W بتساوي 2 × 3 × 6. هكتب المعادلة اللي تحتها 2L زائد 2W بيساوي اللي هو البريمتر 26. شدي خط تكتشفي ان دي شبه دي، 2L و2L 4L بيساوي 2 × 6 ب 12 و20 32. هتقسمي على الأربعة للطرفين هيطلع ال L بتساوي 4 × 8 ب 32، يعني ال length ب 8. طب انت اصلا قايله لي ان انا لو شلت من ال length W هيتبقى 3، يبقى اكيد ال W ب 5. 8 ناقص 5 3. اتمنى الدرس يكون واضح وبسيط ومفهوم. طيب السؤال بيجي ازاي في الامتحان؟ بيجي بالشكل ده، يجيب لك معادلتين وانت بذكائك تاخدي بالك ان دي 3 ودي لازم تبقى سالب 3. طبعا انت بتوقفي الفيديو وبتحاولي تحلي وبنشوف مين اسرع ومين اشطر، انا ولا انت. فانا هضرب المعادلة دي بالضرب في سالب 3، وعشان ما تتلخبطيش بلاش كلمة ضرب دي، اكتبي ضرب في سالب 3. ده معناه ان المعادلة الاولى دي معززة مكرمة. كما هي المعادلة التانية سالب 3x سالب 2 × 3 × 6y يساوي سالب 3 × 8 × 24 طارت سالب 11y بيساوي طبعا سالب بدل 34 هتبقى 33. اقسميلي على 11 للطرفين، اسفه سالب 11 هتطلع لك الواي ب3. عوضي في المعادله الثانيه اكس زائد 2y يعني 2 × 3 × 6 بتساوي 8، شيلي 6 من الطرفين تطلع الاكس ب2. أتمنى الدرس يكون واضح وبسيط ومفهوم. تعالي بقى كده نقول ونحقق، يعني زي ما تقولي إيه، نغلق الدرس كده ونقول إيه هي خطوات حل نظام بالحذف. أول حاجة لو المعادلة جاهزة عندك إكس وتحتيها إكس اضربيهم في سالب 1، بمعنى اخر اطرحيهم من بعض، كل المعادله تتضرب في السالب، مش الحد اللي انت عايزاه تضربه لي في السالب والباقي تسيبيه. دي حاجه. الحاجه الثانيه لو رقمين ولا واحد فيهم يوصل للتاني، اضطر انا اضرب المعادله كلها مثلا اكس فوق وتحت 3 اكس، اضربي المعادله اللي فيها اكس كلها في سالب 3. في ناس تانية تقول ايه، نضربها في 3 الاول يمس وبعدين نطرح المعادلة دي من دي. والله براحتك، بس انا بقولك تريحي نفسك ازاي. ولحد هنا خلص الدرس، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.